دي الفتره كنا بنتكلم على مباراه بيراميدز والحكم الخامس. في مباراه بيراميدز الاهلي كان له ضربه جزاء على الاقل اللي قدام الحكم الخامس واحده او اثنين تيالي اثنين. لا هي يعني اللي بتاعت الحكم الخامس دي ما فيهاش خلاف طبعا. فهل حضرتك كنت هتستعمل ست حكام بعد كده برضو؟ كنت هستعمل طبعا. كنت هستعمل. ليه يا كابتن؟ طيب ما هو ما بيعملش حاجه. ما هو برضو بيعمل مشاكل. لا بيعمل برضو حاجات ايجابيه. بيعمل حاجات ايجابيه. اللي حصل في ماتش بيراميدز ده ما اعتقدش يحصل يعني غير في كل 100 ماتش تحصل الحادثه دي تاني. وممكن تحصل مع الاهلي وتحصل مع فرق تانية. انما في حاجات تانية برضو الحكم الخامس كان في الدوري انقذ الحكم فيها. مثلا الكره عدت خط المرمى ولا لا؟ ممكن. انا بقول لك والله بصراحه والله دايما ايوه صح ماشي. ما هو اصل حضرتك دي ده خلاص اصل انت حطيت ايدك في المسؤوليه وعرفت فتقدر تقنعني اقدر اقتنع بكلامك. الحاجه لما تقول لي دلوقتي يا اسلام والله لا الحكم الخامس له دور اخطا في مباراه مش اخطا ده هو وقول لي برضو ولا لا او يعني حضرتك شايف ان هو كان الحكم او طاقم التحكيم كان له دور في خروج النادي الاهلي من هذه المباراه؟ بص انا هقول لك الطاقم الحكام في المباراه دي اهمل 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 في المباراه. اهمل لان الكور سهله. طب ليه يا كابتن يعني نرجع خبير بقى توفيق بقى وعدم توفيق بقى بصراحه بس دي ما انا اتكلمت معاهم كلهم يعني بعد الماتش مثلا كلمت جهاد وكلمت طارق. طارق انا قابلته تاني يوم. انت على طول بتكلمهم ولا بحكم المسؤوليه حضرتك؟ لا انا من الاول كنت بكلمه. لا في ما انا كنت بقى ساعتها خلاص بقى بحضر معاهم الاختبارات وكده. ما ده اعتمد على ده وده اعتمد على ده وده خطا. ما عشان كده بقول لك هنا كان في نوع من الاهمال مع عدم التركيز الكامل. لان شيء طبيعي انت جاي فيه ست حكام في الملعب لازم تيجي تشوف يعني ما لو سته ما شافوش دي مشكله. بس طبعا مع عدم التوفيق طبعا مع النتيجه طبعا بس كنت هتكمل بست حكام. كنت هكمل بست حكام طبعا. ما انا عاوز لحين يتم تقييم الفيديو. ليه؟ انا عاوز اي حاجه كانت تساعدني في اداره المسابقه. اي حاجه. ما هو مش كل يوم هتحصل المشكله بتاعت الاهلي والبيراميدز ده والحكم مش هيشوفها. صح. الماتش اللي بعده اكيد هيشوفها. تمام. كره دخلت ما دخلتش برضه دي مسؤوليه ايه الحكم الخامس. انا كنت هستغل كل الحاجات المتاحه معايا لغايه ما تقنيه الفيديو تيجي ونقدر نشتغل بيها. وكان بالفعل سيتم تطبيق تقنيه الفيديو يا كابتن ولا كان كلام وخلاص؟ صعب قوي يا كابتن اسلام. صعب. انت عارف ليه؟ استاذ عمرو الجلالي طلع قال ان يقول له هو عاوزه. عمرو يقول له عاوزه. عمرو يقول له عاوزه. صح. عمرو ما لعبش كوره. عمرو ما لعبش كوره. مرة طلع قالك مش عارف في شهر 11 احلام احلام. هو اول ما طلع قالك كمان شهرين حلم. ده حلم. بص انت طيب مع بدايه الدور الثاني صح؟ صعبه صعب. صعب. انا قريت قبل كده هيطبقوا في الدور الثاني. انت عارف يعني ايه؟ انت عندك كام واحد واخد الرخصه بتاعه تقنيه الفيديو؟ اثنين. واحد اسمه محمود ابو رجال والتاني اسمه جهاد جريشه. بس اللي واخدين الرخصه يقعدوا كل الماتشات. ده خلي بالك بقى انت دلوقتي عشان الناس دي عشان تقدر الاتحاد الدولي يديك الرخصه عشان واحد يبقى حكم فيديو اوكي لازم او انت عارف الدوري الانجليزي عمل ايه؟ لعب السنه اللي فاتت كلها اوف لاين يعني بتجريبي. وبعد ما يخلص الماتشات يقعدوا بقى يشوفوا حكم الفيديو. انت عملت الكره دي ايه؟ طب تعالى نراجعها. احنا عشان نعمل حاجه زي دي اول حاجه لازم الحكام هتسفرهم بره ولا الناس يجوا يعلموك هنا؟ هتعمل ايه؟ لو جم علموك على الاقل هتيجي تعلمه هنا عشان انت عندك ماتشات. فين الاجهزه؟ ثواني بس. فين الاجهزه اللي عندك؟ ادي موضوع. يبقى تسفرهم بره. هتسفر مين؟ 20 حكم. يبقى هتاجل الدوري. ما ده اللي انا بقوله. يبقى لازم قبل ما واحد يطلع يقول قرار بكره وبعده وبعد شهر وثلاث اهدوا بس شويه وركزوا واعرفوا دي بتتعمل ازاي وملوا الجدول الزمني بتاعها. طب ليه يطلع يقول لك شهرين وبعد في الدور الثاني يا رب تطلع. طب حضرتك ما يعني مش عارف اقولها حاجه ازاي ولكن كنت مسكت هو اتقال ان انت لا ما هو اتقال ان حضرتك كان ممكن تمسك موضوع تقنيه الفيديو ده لوحده ليك أو يعني تبقى انت رئيسه او انت مسؤول عنه او كذا او بص كذا. بص انا خش حضرتك شايف ان ده مش الموضوع مش على طول انا وانا قاعد في الاختبارات بتاعت اللياقه البدنيه عمرو كلمني قال لي ازيك سمير بتقول ازيك يا عمرو وبتاع قال لي المجلس قاعد معانا كلنا واحنا مصممين ان انت تبقى ايه معانا الموسم ده. قلت له خلاص يا عمرو ان شاء الله معاكم. قال لي هيبقى معاك ملف الفيديو ملف الفي ار انت مسؤول عنه وهيبقى معاك كابتن. قلت له طبعا المشكله مفيش مشكله خالص. خلي بالك بيكلمني فين ده؟ بيكلمني تليفون. حلو. مش رحت له مثلا او بتاع ده برضه عدم احترافيه بالكامل يعني. قلت له مفيش مشكله يا عمرو. فقال لي وهيبقى معاك كابتن جمال عشان هو مصمم انه يشكل اللجنه. قلت له لجنه ايه؟ انت فاهم ازاي؟ قال لي لجنه حكام. قلت له ازاي يعني؟ قال لي هم صمت معاه. قلت له لا انا رقم واحد مش هيبقى رقم اثنين. انا الكلام ده كنت ممكن اقبل اشتغل مع اي حد مع غير كابتن جمال بس قبل ما اكون انا متحمل المسؤوليه. قلت له يا عمرو والله انا كنت متوقع
لك تسألني انت عملت ايه خلال الخمس ست ايام، ايه التصرفات بتاعتك، ايه التصور بتاعك. فطبعا قلت له لا طبعا يا عم. قال لي لا فكر. قلت له ولا تضيع وقتك ولا وقتي، خلاص انا ده قرار نهائي. قرار طبعا، لان انا جاي كان ليا اهداف، ليا مشاريع عاوز اعملها، ليا فكره عاوز اعملها. ايه يا كابتن